عسلي وأحمد الحمري. هي صور حادثة سير مأساوية وقعت صبيحة هذا اليوم عند الطريق السير الرابط بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء على مستوى تنيشتوكا، وذاك عندما انقلبت حافلة النقل للمسافرين انطلقت من مدينة تيزنيت وأنهت رحلتها بمشاركتها في حرب تشهدها طرقنا كل يوم، مخلفة حصيلة دموية تمثلت في 8 قتلى و44 جريحا، 6 منهم أصيبوا بأضرار بليغة. الكار اختي جاي من تيزنيت وطرق السويرة وغادي للدار البيضاء مع السيد. أنا كنظن نعس السيد، مع دخل لوطورو تسخن السيد وعيا ونعس وصافي خرج الكار وبغى يرد ما لقى ما يرد. تجي من هاد الجهة غادي يجي للدار البيضاء وصدق صاد جيت جديدة دابا. كان الكار جاي نعس وخرج للحديد، ضرب الحديد وعاود رجع للحديد الآخر، من اللي رجع رجع بزاف، ولا الكار غادي على ظهره في السماء عاد طاح هنا. كنا راكبين ولكن الشيفور دا نعس، نعس هو يهرب به الكار ويتقلب. هو كان جاي من تيزنيت ولكن ركبتها من واحد على سفيت. وعلى متن سيارة الإسعاف تم نقل المصابين على وجه السرعة لتلقي العلاجات اللازمة بمستشفى محمد الخامس بمدينة جديدة، فيما تساؤلات متكررة حول الحالة الميكانيكية لمثل هذه الحافلات التي تنقل أرواح بشرية ومدى تحمل المسؤولية أثناء السياقة هي تساؤلات لا زالت تطرح نفسها دوما كلما وقعت مأساة كهاته.